sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura. هذا الوقت بكري كنا نخمو في وقت بومدين عندنا بومدين كان صعيب هو اللي دار حكم عسكري هو اللي دار كلش نعرفوه حابين نتهنوا منه نقولوا اون سي سكون نامي اون سي با سكون اورا مات بومدين جا الشادلي كي جا الشادلي حسبناه ناس ملاح الصبح هو اللي خرب البلاد كامله هو البيان هادو لي بلو انجلز هما احسن طيارين في العالم عندهم واحد 9000 طيار على البواخر على حمل الطائرات ومن 9000 هادو يخيروا 12 واحد احسن طيارين في العالم لي بلو انجلز هذا هادو فور كوا سي جوست بور لاخر لي باراد لي باراد هادي هادو لي بلو انجلز هادو 12 يخيروهم من 9000 بيلوت المخيرين باش يديروا الاحتفالات في كل سمانه يديروا في مدينه في الولايات المتحده في المدينه يشوفوهم باش ينعتوا رواحهم وهذو حقيقه احسن طيارين في العالم هذو في الصغر كي كنا صغار كنا نحلموا بهذا الطيران هذا الطيران نحلموا به وانا كي كنت صغير في عمري 19 سنه خدمت 3 سنين و4 شهور في جيش التحرير الوطني في وقت الثوره وفي الاستقلال كما استقلت في الجزائر دخلت للطيران العسكري خدمت 5 سنين في الطيران العسكري القائد نتاعنا كان الله يرحمه أيد سعيد مسعودان أحسن واحد اللي شفته يعني في إطار قوي في الجزائر ومن كملت 5 سنين رحت درت 6 سنين في السوناتراك كنت بيلوت نتاع السوناتراك طيار مصوب في الطيارة نتاع السوناتراك عندي فيها قريب 13000 ساعة في الصحراء على الانابيب كامله نتاع الغاز ونتاع البترول كامل نعرفهم وخدمت فيهم وتراسيتهم. واش من سنه هذه؟ هذه في لي زاني 1966 67 68 69 حتى 73. قبل ذلك درت دي فورماسيون ميم درت اون فورماسيون دو بيلوت دو لين دو بيلوت دو لين ان سويس درت ان سويس نتاع سوناتراك ومن بعد درت ثاني دي ستاج في لانجلتير في الانجليز وصدرت ان ستاج تاع بوينغ في الولايات المتحده في سياتل في سياتل وخدمت يجي واحد قول 8000 ساعه في الخطوط الجويه الجزائريه عندي اكثر من 8000 ساعه قايد طائره واش من سنه في الخطوط الجويه حتى ال 81 حتى ال 81 من 77 من 76 حتى ال 81 اخر 81 وبعدين واش صرا ومن بعد كي كنا طيارين الرئيس شادلي بن جديد دار خطبه مليحه بالعربيه قال عاونوني وهذاك الوقت كان شويه ضعيف في اللغه العربيه جاوا السنديكه نتاعنا السنديكه يعني جاوا الاطارات نتاعهم جملونا لا تيو جملونا في الدار البيضاء قالوا لنا راه واش يقول لكم الشادلي بن جديد الرئيس قال لهم انا جيت راني لقيت الدنيا خلات بومدين خلى الجزائر مديونه واموال كبيره راحت ولازمكم تعاونونا لازمكم تعاونونا تعاونونا باش نخرجوا من هالازمه هذه احنا حسبناها صح كي رئيس الدوله يقول لك عاوني رئيس الجمهوريه القاضي الاول عاوني بسيف نعاونوه احنا 5 من الناس متحدث عبد الوهاب بن شنوف احمد بن صويلح احمد بن حبيلس بالحاج 5 مدينا قلنا لهم ها هي فاتوره هذو كلهم قائدي طائرات قائدين طائرات كيما انا مدينا لهم فاتورات قلنا لهم هذو 22 مليون دولار سلكتهم الخطوط الجويه الجزائريه للشركه في زوريخ هذه الشركه هذه مشات من الجزائر العاصمه لجده يدوا في العمره ويدوا في الحجاج ويديروا في الخطوط وعمرنا ما شفناهم لا في العاصمه الجزائريه ولا في جده ما جاوش كان المفروض انهم هذه الشركه تدير هذه الرحلات ما المفروض تدير الرحلات هي مزوره هي مزوره هذه الصوارد مزوره انا كيما خدمت بكري نعرف مليح لا سويس وعندي احبابي في لا سويس ومام في اليونيون دو بنك سويس عندي احبابي وحباباتي رحت الى سويس بالعقل جبت قلت لهم هالسوارد اللي نتاع اللي بعثناهم هنا لهذا السيد هذا منهم قالوا لي انسومان نقول لك الخبر انسومان بعد كي رجعت الى سويس قالوا لي هذا السيد السوارد اللي هز فيهم واحد يبيع الاثاث القديم في باريس هو اللي هزها في هالسوارد
وثاني زايدة 20 مليار سنتيم هذاك الوقت حكشي يعني بالنسبة لهذه 22 مليار ثاني فاتورات مزورين ذكرني وش مسانة هذه؟ هذا الشيء كشفناه بال 81 هذه أبريل يعني أبريل الديسكور تاع شادلي أبريل الديسكور تاع قال يعاونوني رئيس الجمهورية قال عاونوني عاوننا احنا ما فقناش لخطر بكري كان رئيس صح 15 شهر يعني رئيس محترم نتاع الصح كان من العام نتاع الجمهورية الجزائرية الرئاسة هو عبد الملك بن حبيلس ومن بعد نحو عبد الملك بن حبيلس جاء العربي بالخير الجنرال العربي بالخير جاء قائد جاء سكرتير جنرال كاتب العام نتاع الشادلي نتاع الرئاسة ملي جا نتاع الرئاسة الشادلي راح يعني ولا بخير هو رئيس والو ولا عسكري سامبل الرئيس الجمهوريه شكون هو رئيس الجمهوريه هو العربي بالخير هو اللي طلع الجنرالات هو اللي هبطهم هو اللي نظم الجيش هو اللي يسمي في القياده العليا نتاع الامن هو المعلم الوحيد في الجزائر اللي يقول لك هذا ما كانش راهو يكذب عليكم وهذا الشيء نجم نعطيك حتى البيانات خاطر حضرت انا في جبهه التحرير داروا احتفال جاء العربي بالخير يخزر يدور منا يخزر هكذا كنت حدا سي محمود الواعي الله يرحمه العربي بالخير خزر هكذا شاف يحياوي سي محمد الصالح الثوري باباه راجل عالم معروف من بريكة شافوا ثوري ومخلص للجزائر ضرب دوره ما عارف واش قال الشادلي ضرب دوره يدور جاء محمد الصالح يحياوي قالوا سي محمد الصالح يحياوي رانا هبطناك ما تجيش تجتمع معنا في اللجنه في المكتب السياسي روح اللجنه المركزيه هذه تحت ضغط العربي بالخير العربي بالخير هو اللي خدم كلش الجزائر حتى نخرج من الرئاسه يخرج دلف وشادلي من الرئاسه راح وزاره الداخليه العربي بالخير يروح يشوف خالد نزار لخاطر هو المسؤول نتاع جماعه الطابور الخامس لا سانكيام كولون جماعه فرنسا نهار في بعد 5 اكتوبر ومن بعد جات رحت هو اللي راح قال له نحو هذه هي القضيه نتاعنا احنا العربي بالخير حبسنا خرجنا شردنا يعني ابريك كو زافي دينونسي دينونسي هذه كي تكلمنا على هذا الاختلال قال لك ما على باليش بها بلي راه هو وراها المشكله هذه كان على بالي هو الرجل قلت له ما نجبدوهاش خلاص ما نجبدوهاش خلي البلاد تخلى هو الوحيد اللي خلى البلاد وعندي كتاب اخر رايح نعطي التاريخ الصحيح تاع بومدين ونتاع الشادلي فهم تلقى كلش بالتفصيل اما درك نهضر الا القضيه نتاعي حصرونا انا القضيه نتاعي انا في داري وداروا لي اي اس تي ان ما نجمش نخرج وداروا لي ريشيرشي يعيطني سي الهادي خضيري مدير العام تاع الامن راجل طيب الله يرحمه ويوسع عليه قال لي رد بالك ما تنجمش تخرج وراك يبحثوا عليك كي تروح للبلاد ما تباتش في الاوتيل كنت بات في الفندق راهم يحكموك وتتعب يجيبوك من كوميساري لكوميساري حتى لهنا وانا اعطيت امر ما يدخلوكش للحبس وما يحكموكش قال لي الامن العسكري يحبوا يحكموك الدي ار اس يحكموك علاه يبعثوا لي انا باش نحكمك وانت راك مظلوم وانا على بالي بالقضيه نتاعكم راك مظلوم ودرك الله يرحمه قال لي كلمه قال لي علاش تجبد في هذيك 22 مليون دولار وعلاش تجبد في هذا 20 مليار علاش تقول لهم هذه مسروقه قال لي روح شوف عندي نعت لي واحد الصاله طولها يجي 20 متر الارض نتاعها 61 قال لي هالكرتونات كل اختلاسات اموال الدوله انا المدير العام نتاع الامن الوطني ما نجمش نتكلم لو كان نتكلم تشعل فيها النار نتاع علاش تهضر ويزيك من الهضره هذه ما عادش تهضر عليها اشياء كامله كنت كوماندون دبور قائد طائرة في الخطوط الجوية الجزائرية كنت لاباس عليا عندي أموالي الخاصة نتاعي وأموال نسبك مليح كوماندون دبور عندي زوز ديار دار أختي وداري أنا أختي كي نروح ديما نسافر كي نروحوا للسكتور أفريقي نخدموا شهرين ونص في أفريقيا نروحوا نباتوا لهي نبقوا بالسمانة بالعشر أيام نباتوا لبرا خارج الجزائر أختي تعسلي في الدار ديار هذو جهزتهم شريت ديميناجمون وحده من باريس ليانايا والدار نتاع اختي شي ديميناجمون من مارسيليا وين هذا الشقق الشقق هذا في ان ري سان فانسون دو بول حسن داي ولايه العاصمه عندي زوج طوموبيلات ودياري كانت عندي ثلاثه فيديو بلي كاميرا نتاعهم وعندي وحده فيديو من 1967 يعني هذاك الوقت قلنا ما كانش واحد عنده فيديو خلاص انا جبتها من طوكيو من اليابان
جبتها من اليابان. يعني زيتي اكيبي اكيبي اولترا مودرن، عندي فيها 150 كاسات، فيها هذاك لي كاسات كبار تاعهم بكري كيما تاع لي ذاع التلفزيون تاع الجزائر نفس الكاليبر، اسمها سوني 1830. كانت عندي كل مجهز حتى لي سون تاعي من اوروبا، جبتهم من فرنسا من لي ديميناجمون، وخسرت على داري خساره كبيره، صور اللي دخلوا لي كل خسرت عليهم. وكنت نخدم في السكتور افريك، عرفت واحد افريقي من نيجر من نيامي يبيع في الذهب، رجل مسلم، درت فيه خير، قعد عندي سمان، تهليت فيه ياسر، قلت له انا حبيت نزوز، دبر لي الذهب الحر على خاطر الذهب اللي مخدوع راه موجود. قال لي الشيء اللي نعطيه لك هاك، اعطاني واحد المورسو فيه جي واحد 20 ولا 30 غرام، قال لي روح دير له الاناليز في سويسرا وروح قول لي واش هو ذهب ولا لا. كي ديتو لا سويس ديتو لجنيف، شاف واحد قال لي هذا ما يصلحلكش باش ديرو المراه نتاعك يعني دي براسلي ولا حاجه، راهو 24 كارا لازم ينقص منه، يكون على الاقل 22 كارا مليح ولا 20 كارا احسن. لقيتو ذهب حر، بديت نشري من عنده بالطرف بالطرف، شريت يجي واحد الكيلو وربع، الكيلو و400 غرام يعني تقريبا كيلو ونص، كان ذهب رخيص كنت نشري باش نوجد باش نزوج. مال الدير نتاعي من بعد هذه الضربه هذه وقعت لنا مشاكل، ولاو يحاصروا فينا هما، شكون اللي حاصر فينا الدير، حاصروا فينا باش يحاصروا فيا انا باش نخرج. هذاك الوقت سيتي اونكور اس ام سي سا؟ لا لا الدير اس، اسمها دير اس ام سيكيورتي ميليتير، اسمها سيكيورتي ميليتير دير اس بكري خلاص، اسمها مالك اللي كانت في الخارج. مالا بعد يحاصروا فينا حتى نداروا لي ريشيرشي، جيبوه تحموه جيبوه. هذه خضيري قال لي لا لا انا ما نجيبكش، شوف كيفاه تدير معاهم، انا ما نحكمكش، ما نحبوا ياكلوا الشوك بفمي انا ما نحكمش. ذكرنا هذا يعني كان مسؤول في الامن الوطني، الهادي الخضيري الله يرحمه كان محترم المدير العام تاع الامن الوطني، يعني شتي فامي تعرفهم من ما الابيض ولايه تبسه، عائله طيبه، ما كانوش رعيان على كل حال، كانوا يعني ايش بدير، كان يعرفك يعني شخصيا؟ يعرفني، يعرفهم لي ويعرفني، والعائله تاعي تعرفونا ونعرفوا بعضنا، وركب معايا قدام خطره وتهليت فيه، كنت قايد طائره يركب معنا يروح ويجي معنا، هذا هو. اما لا حصروني حتى نهربت، كي هربت باش يجوا ديريكت مباشره لداري، خرجوا العزوز زمه واختي، قال لهم خرجوا 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 خرجوا، قال لهم حنا نعسوا عليه، نعسوا له الدار نتاعو حتى يروح. معليش كي رحت للخارج، مشيت للخارج خدمت شويه في فرنسا، قلت لهم ندخل، قال ما تدخلش، اللي ما عجبهمش في الجزائر يقول له خرج لبرا، علاه نخرج لبرا، خلقني ربي هنا، قلت لهم انا ما نخرجش. كي خرجت رجعت صح في باخره صغيره، وداروا عليا هو الجاب، يحب يقتل الناس كله، يحب يقتل الناس كله يحكم الحكم، هذا كذب، ما معناها يحب يقتل الناس كله يحكم الحكم؟ هذه التهمه اللي دارينها، هذه التهمه اللي مدارينها. وقفت امام القاضي، قالها لي راهو في التاريخ، قالها لي في التاريخ ومازال حي، ذا هو راجل يجي قابلني في التلفزيون، سي عبد الحميد سعيدي كان شاف دو كابينين تاع دي جي اس ان مع الهادي خضيري، ومن بعد سمعت به كي خرجت من الحبس، سمعت به راهو كونسول في مارسيليا، وطول كونسول في مارسيليا، هو على كل حال مع دي ار اس، هما اللي خلاوه فما. قال لي نديروا لك حوايج زايده برك، وما تخافش، ما هم ما يحكموا عليك بالاعدام وما يقتلوكش، نديروا لك حوايج، عندك جبت بلاستيك مفجرات؟ قلت له انا ما جبتش مفجرات، كيفاش ندير؟ وقال لي عندك تقول باللي راني كنت نخدم مقاول في فرنسا، قال لي ما تقولهاش. كي تكملت كي تكلمت قلت كنت نخدم باش يديروا كل التقرير نتاعهم مركبه باللي الخارج اللي عطاني المال، الخارج اللي عطاني سوارد، الخارج مش حد يعطيني، كيفاش يعطيك المال باش دير ثوره في الجزائر يعطيك سوارد؟ اللي يتحرك يتهموه بالخارج، هذه من بكري اسمها، يعني مشي غير درك هو من بكري، هذه في وقت ستالين بكري يديروها، اما درك الناس فاقت، راهي شافت درك الناس راهي فاقت شافت. ما حكمت وعقبوني في العداله، في العداله كي عقبوني واش يقول لي قاضي التحقيق، ما جبتش اسمه نعرف المعنى، قال لي انت جبت باش تقتل الشعب كامل وتحكم الحكم، وجبت بحره، بحره يعني تاع برودوي شيمي؟ لا لا بحره، اسمعني بحره. قلت له علاش تقول بحره وتقتل الناس كلها؟ انا نجاوبك في هذه فلوكه، زي ورق صغير ما فيش حتى 500 متر في الطول، اللي يسمعك جاب بخرة تقول راني جبت حمل الطائرات فورستال تاع الولايات المتحدة، هذه اسمع نحى الكلام هذا ما تقولوش. قال لي جيت تقتل الناس كل، قلت له معناه نقتل الناس كل ونحكم الحكم، إذا كان كنت صحيح دكتور وخبير في الحقوق
كي نقتل الناس كل فاش نحكم في الفراخ ولا في الهواء. يعني قال لك رجعي يعني تقتل الناس كامل وتولي تقضب انت الحكم وتحكم الحكم. هذا كل دعايات فارغة وعلى بالي بها واش كان. وهذا القاضي بنفسه اللي بحثني جاه خطرتين العربي بالخير حتى لهيه ويسقسي فيه واش نقول انا واش نقول انا اشكون اللي قالها لي. قالها لي جماعه اللي شافوا فمها اللي يخدموا لي قريفي كانوا جيراني في حسن داي. قال لهم تغضوا بالكم راه جا العربي بالخير خطرتين يشوف فيه. هذه كلها من العربي بالخير. العربي بالخير كان هو المعلم الكبير نتاع الجزائر، لا كان رئيس لا كان جنرال لا كان وزير لا رئيس الحكومه، هو الوحيد اللي يتكلم هكذا. والشاد اللي ما يجمش يتكلم في هذاك الوقت بعد انا كنت في الحبس وحكموا علي قبل لا يحكموا علي بالاعدام. قبل جاء سي عبد العزيز بوتفليقه من الخليج شاف الشاد لي قال له علاش تحكم عبد الوهاب في الحبس راه مظلوم. وكيف يعرفك بوتفليقه؟ نعرف بوتفليقه، نعرف الصالح وميد حبيب مليح، ومرت صالح خياطه تخيط الحاجه الله يرحمها ام بوتفليقه وتخيط الخواتاته. وانا كنت نروح للحاجه ساعات نروح ليه قلت لها كاش ما تحبي حاجه عبد العزيز ماهوش هنا نقضيها لكم فرنسا انا نروح جيل كنت كوماندا نعرفهم بكري. قال له خرجوا من الحبس علاه؟ قال له راه جاي يقتلني. ما جاي يخرجني حتى نخرجوه. منو اللي خرجوا؟ العربي بالخير هو اللي خرج شاتني. العربي بالخير هو اللي خلق الجيش الجزائري، هو اللي خلق الامن الجزائري، هو اللي طورهم طلعهم والله هبطهم، هو المعلم الوحيد. يكذب عليك شادلي من جديد ما من اللي جاء العربي بالخير شادلي ما يحكم حتى في حاجه. البيان خو شادلي سي عبد الملك بن حبيلس خوه جاه قال له محمود الوعي وفي قال ما ودي شوف راهم هذا عبد الوهاب بن شنوف وخمسه كوماندون بور قياده طائره راهم محبسينهم على حبسهم العربي بالخير. راح عبد الملك سي عبد الملك بن حبيلس وخوه قال له راك ظلمتهم. قال له على بالي ظلمتهم وراني اعطيت امر الوزير النقل هذاك الوقت صالح بوجيل باش يرجعهم. صالح بوجيل تليفوني للعربي بالخير قال له راه رجعهم الشادلي. قال له لا ما ترجعهمش. راح للشادلي قال له اذا يرجعوا هاد الطيارين انا نخرج. الشادلي قال له ما ترجعهمش. خوه واش جاوبني؟ قال لي صح مظلومين مي ماهوش وقتكم. معناه شادلي بن جديد اكبر غلطه في التاريخ نتاعو، اكبر غلطه في التاريخ نتاعو مع ربي العالمين. معناه مظلومين وقال نعاونو نعاونناه وصبح يذبح فينا العربي بالخير وهو يضحك. فكها مع ربك اترك، فكها مع ربي في الاخره ولا لا لا. هذه هي الحقيقه. شادلي ما كان يحكم حتى في شيء. راهو شادلي نقولها لك تسمح لي هذاك الوقت كان لامبا محروقه كلش العربي بالخير هو اللي يحكم في كلش. نعطيك حاجه زايده، انا تقاقل الطائره انقلت في ليكو ايكو سات تانغو فيكتور ايكو ايكو هذه الطياره تهز البضائع برك. اديت من الجزائر العاصمه لتريبولي العاصمه نتاع ليبيا اكثر من 150 مليون سلعه نتاع الطيران، الروض نتاع الطيارات والمحركات والقطع الغيار نتاع الطيارات كان عليه الحصار من امريكا. فالعربي بالخير يبعث له السلعه سالكه من اير الجيري فيها هو اللي يبعث له ومن بعد حكى لي هذاك اللي جات لقى هذاك البضائع هزهم في طرابلس كوموندون نتاع الامن. قال لي علاه ما ديرش كيما؟ قلت له واش ندير كيفاش ندير؟ قال لي هالسلعه راهي تجي كي توصل لنا 10 15 مليون دولار يجي نعطوه الشاك يروح يسلك في لاسويس. قلت له انا ما نجمش، انا اذا تحب نبيع لك الطياره نبيع حالك وانا اعطيني 15 مليون وروح داكور بصح انا ما نجم منين نجيب لك سلعه؟ ما عندي منين نجيب لك سلعه؟ كان يبيع فيها العربي بالخير. على هذه العربي بالخير كيخدموا في وقت شوف هاو التاريخ كيفاش يعود. في وقت الشادلي قالوا له سمي هذا عام نتاع الخطوط الجوية. قال لهم ما نجمش نسميه كيفاش السيد هذا يخدم فينا ويديرنا في سهرات رائعة بين قوسين بلا ما نهضر عليهم من الجمال الرائع. يعيب من حبابنا يقول كيفاش هذا كان يدير لكم هكذا اعطيتوه شركة كاملة وطنية. هذا الشادلي بن جديد نشهد له قال كلمة نتاع رجال في هذه كلمة نتاع رجال ما حبش يسميه. بصح كي جابوا تفليقة وفي عهد بوتفليقة سماه العربي بالخير مدير عام تاع الخطوط الجوية الجزائرية.
وزاد خلاها طول من بكري مخليه ماهوش من درك. من نهار كنت نخدم فيها من السبعينات هي مخليه، هما يسرقوا الاموال كما هكذا، اموال لا يخلي يسرقوا فيها. اما لا سماه العربي بالخير مدير عام تاع الخطوط الجويه الجزائريه، ومن بعد صارت مشاكل فيها، صارت مشاكل اقتصاديه. واش يتكلم سي عبد العزيز بوتفليقه؟ شوفوا التاريخ نتاعه، قال لهم صح مام هو قائد طائره ما ينجمش يكون احسن واحد يعني في 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 لي فينانس وفي الحساب ولا كذا، لو قائد طائره يعمل ما ينجم يعمله، هذا هو الحساب. على من هذه؟ يتكلم على الشخص، على الشخص اللي سماه العربي بالخير مدير عام تاع اير الجيري. العربي بالخير صحيح كان خو بوتفليقه، سي سعيد بوتفليقه، واحد النهار دق هو العربي بالخير قال له احنا الجزائر هذه ما يكونهاش عندها ربين، ماهيش باخر يكون عندها ربين يعني دو كوموندون. قال لها لازم تسقطش بوتفليقه هو اللي يحكم، سي عبد العزيز بوتفليقه انت ما تحكمش. صارت بيناتهم مشاكل، بعثوه المغرب، بعثوه المغرب سفير، راح المغرب سفير يلقى ما يحب، يلقى واش يحب بكري، واش كان يدير العربي بالخير؟ نتكلم واش كان يدير؟ كان يدير كما كان يدير لهم سهرات، يوجد سهرات والشيخات كما يقولوا توانسة، ويوجد لهم الشطحات ويوجد لهم الخيرات والى اخره. وكانوا كل 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 يوم طياره تجي من باريس، ساعه نكون فيها هنا نوصلوا هنا 8:30 9، من باريس يجوا 18 كارتون تاع ماكله، كأنه راك حاكم طيارة نتاع اير فرانس رايح باري نيويورك ولا باري واشنطن، ماكلة من درجة أولى، أحسن ماكلة يجيبها الشاب اللي ولاده ياكلها في داره. كي عجبته الماكلة الشاب اللي ولا يجيب بالربعين كارتون، كي يدير اجتماع مع الوزراء يجيب لهم لي كارتون تاع أوروبا من باريس، يجيبهم ياكلهم ياكلهم نهار الأربعاء كي يديروا اجتماع ياكلهم. وكل كل سبت كل خطرة في السمانة تجي الطيارة نتاع البضائع تجيب لهم أكثر من 140 قنطار نتاع فواكه ونتاع خضرة. منين يجوا؟ نصهم من المروك، من المارشي نتاع رنجيس حدا أورلي، يجيبوهم الشاد اللي يفرق يعطي طرف المدير العام نتاع الشرطة، يعطي طرف القيادة نتاعو اللي قريب عليه والوزراء إلى آخره، يمدها لهم. هذه معروفة من بكري. الحاصل بقينا هكذاك حتى خرجت من الحبس، حكموا عليا، عقبتهم حكموا عليا إعدام، كسرت، عاوني بتشين، عاوني اليمين اليمين زروال، كسروا لي، حكموا عليا، عقبت في الشهر حكموا عليا 15 سنة. كي جا سي عبد العزيز بوتفليقة، كي جا سي عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحق، قالت له الحاج أمو عبد الوهاب مظلوم، وتكلمت عليه بكري قبل تكون رئيس، إذا كانك رئيس صح خرجوا، وإذا كان يحكموا فيك الكبرانة نتاع فرنسا خليه في الحبس. صح فعلا خرجني في 29 ماي 1999، 29 ماي 1999 خرجت من الحبس، عفى عليا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كي خرجت من الحبس فوت 10 سنوات، 10 سنوات غير ربع شهور، 10 سنوات غير ربع شهور، درت له بريات باش يرجع لي دياري ودياري وطوموبيلاتي اثنين، ويعطيني حقي ويعطيني التقاعد نتاعي، ولا جواب. على بالي كان حصار ما يوصلوش البريات نتاعي، حاصرين الدياراس للدول الديار نتاعي، ما حبوش يسمعوا بهالكلام. كانوا متاكد بلي كانوا سيتي دي زوفيسي دي راس ديار تاعك؟ نعرف حتى اساميهم، كيفاش ما نعرفهمش؟ ما انت حتى واحد البيان دركني انا جايك. من بعد كتبت الوزير، الوزير المكمشة نظن اسمه المكمشة، وزير العدل، يجي 10 ايام رجع لي كونفوكي، طلبني النائب العام. النائب العام رحت له قلت له النائب العام هو اش كان، هو اش كان، هو اش كان، قال لي ها هو النائب نتاعي، رحت فهمت وياه واش يقول لك دير. قال لي اعطاني ورقه للعداله نتاع حسن داي، قال لهم روحوا شوفوا دياره شكون ساكن فيهم، يعني الويسي باتو، الويسي جيجيس. راح الويسي خرج له الاول اللي كان ساكن في داري بعد، قال له شكون بعثك لهنا؟ قال له انا ضابط نتاع الشرطه. شكون بعثك هنا؟ قال له انا ضابط شرطه. قال له ضابط شرطه، ما حبش يقول له ضابط نتاع الدي ار اس. قال له ضابط شرطه، شكون بعثك هنا؟ قال له بعثني العداله، وانا مادام اعطاني رئيس المحكمه امر نستنى نطبقه هذا المكان، اعطاني بريه هذيك اديتها ليهم.
قال لي رجع لي هذاك النائب نتاعو نتاع النائب العام، رجعت له وقال لي نقول لك الحقيقه وما نضركش عليك، احنا قضيه الامن الدي ار اس ما نجموش نقول لهم اخرجوا ولا يعطيكوا ديارك ولا والو، ما نجمو نديروا حتى شيء ضد الدي ار اس، ما نجمو نديروا والو. قال لي هاك تشوف الحاله كيفاش راهي، انا بعد نخاف على نفسي بهالكلمه. قلت له الحمد لله فهمتني، قلت له الحقيقه فهمت، حتى انا فهمت هذاك الشيء. مشيت خرجت، خرجت قاعدين يضغطوا عليا، قالوا لي روح للخارج، امشي هرب لكندا، اعطوني الباسبور روح حتى لاسرائيل واش يهمكم فيا انايا، اعطوني الباسبور. ما تعطونيش الباسبور تقول لي خرج ما نخرجش، هنا نقعد. علاش كان حوسي تخرج بلا باسبور يعني؟ باش ينساو دياري وينساو ديارهم، وهذه هي القضيه. لا قضيت يعني كيفاه يشدوا عليك الباسبور، باش يخرج لي بلا باسبور نخرج ويديروا تيليجرام يقول لهم ردوا بالكم ما جاكم ارهابي. رحت الفاروق القسنطيني يقولوا تاع حقوق الانسان، رحت له سيدي استقبلني مليح النهار الاول، قال لي انا نجري كيفاش ندير لك و باش يرجعوا لك ديارك ويرجعوا لك رزقك ويعطوك انطريت نتاعك قاعد تديها كامله، راك كنت في الحبس مظلوم تديها كامله. شفته قلت له معليش كثر خيرك، قال لي رجع لي خطر اخرى، زدت رجعت له خطر اخرى وقلت له، قال لي صاي راني شفت الرئيس عاد يرجع لي يعطيك التقاعد نتاعك حتى العوام اللي خصو يسلكوهم لك هما وتسلك كيما زملاء نتاعك نتاع الخطوط الجويه الجزائريه، تسلك كيف 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 معاهم. من نهار طاحوا هما سمعوا هالكلام المخابرات هما راحوا له قالوا له ما تستقبلوش وما يديش وما ما 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 يديش ما يدي لا ديار لا 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 تقعد. رجعت له قالوا لي دير له تليفون باش يستقبلك. قلت لهم بكري جيت عندكم شفتوني عقبتوني. قال لي لا دير تليفون للسكرتيرة، دير تليفون للسكرتيرة غدوه روح خرج من برا دير لها تليفون، دير لها تليفون يسوني تهضر معايا تقول لي السكرتيرة ماش هنا، وهي هي السكرتيرة كل خطرة ماش هنا، نروح لهم يقول لي آه لازم السكرتيرة، ندير لها التليفون تقول لي ماش هنا. فهمت باللي فيه ضغط من فوق من المخابرات باش ما يرجعوش أملاكي، هذه ما فيها حتى شك ولا ريبة، هما اللي ما حبوش يرجعوا لي أملاكي. خليت قلت ربما يجي وقت. ومن بعد تطورت الحالة، العوام الأولين تاع سي بوتفليقة نهار كامل في الخارج، يروح للخارج ياسر، يروح عنده مشاكل في الخارج يحلها، يعاون في إفريقيا في آسيا في كل مضرب، هو طاح مريض هذاك الوقت ما بقاش نبعث برية لا والو، الإنسان مريض شكيت شكيت ما كان حتى شيء. خليت أيست أيست، واليوم الدولة الدولة بعد اليوم راهي الدولة لما نشكي الدنيا هاملة، الدنيا هاملة طول هاملة إطلاقا، رولاشمون توتال سكون أبيل أن فرونسي أن دي لالجيري سي ديسلوكي ديسلوكي تحلت كم أي. كل ولي صبح مليك الدولة مليك الولاية، كل ولي في الجزائر كنت هنا باش يعني نولي نسلك وباش ندي باش نعيش، درت مقاولة، المقاولة كلها اختلاسات أموال الدولة وكلها يحبوا ندير لهم لي فوس فاكتير وكلها يحبوا نعطي لهم أموال كبيرة، يحبوا حبست المقاولة، حبست المقاولة درك ما سلكونيش في 5% هذيك اللي أعطوها لي روتوني كارونتي لهنايا، درك ما بقاش ما كان دولة واحد ما يحاسب واحد، اختلاسات بكري من تحت لتحت من تحت لتحت، درك جهار جهار أموال لا يتخيل فيها الحساب ولا تحسب. التراب نتاع الدولة اللي مدوه هذاك التراب نتاع الدولة يمدوه للناس باش تستثمر وباش تدير ولا يبيعوا فيه، هذا الشيء اللي راني شفته. ما بقاش دولة خلاص راحت الجزائر غبرت. صح بوتفليقة كي كان على ديدان ونجم يتكلم ينجم يهضر ينجم يدير، من نهار طاح مريض ما كانش الجزائر راح جوا وبحرا وبرد، ما بقاش دولة في الأرض. هذا ما كان. انت اذا من 89 حتى 99 انت في السجن، هي التجربه هذه تاع السجن هذه واش علمتك؟ تجربه تاع السجن يعني بعد ما كنت كوماندون بور وما كان خاصك حتى شيء يعني معليش، يعني حاجه واحده اللي عجبتني في السجن ونحمد ربي ونشكره اللي دخلت للسجن، ما عندي ملاقات ما عندي خدمة ما والو، قاعد نعبد في ربي ونطلب في ربي حاكم في ربي حتى نخرج من السجن. قربت مع ربي وعلى بالي بكلش وحتى ربي العالمين عاوني نشوف رؤيات كاملة نشوفهم، وعلى بالي نخرج وعلى بالي
نحضر الشاد اللي كيموت وعلى بالي نحضر العربي بالخير الموت دوك راهم عند ربي العالمين يسلكوها. ولكن السؤال الكبير وينهم عندي في التجربه هذه؟ وحنا ما كانش كل نفس ضائقه الموت. مبصح نهار كي يحطوا الواحد يدفنوه في الجبانه يحطوا عليه 50 قنطار واش يقول ربي العالمين؟ الشاد اللي واش يقول؟ الشاد اللي ما يشوفش الله مستحيل باش يشوف ولا يسمع ولا يهضر. خاطر حنا ربي اللي حسبنا في الاخره، حسبوا الناس كل امته كل بالكره الارضيه كامله اللي خلقها هو حسبنا بالواحد حتى على شعر حسبنا. لكن شاد اللي بن جديد يحاسبوا ملك من تاع جهنم يقول له انت كيفاش هاد الناس هذه شفتها رؤيه طيبه كنت نعبد في ربي ورقد. راح يسالوه الملك نتاع الجنه قال هذا الملف نتاع بن شنوف عبد الوهاب بن صويرح بن حبيلس هذو اللي خرجتهم وانت رئيس الجمهوريه وحفزت عليهم العربي بالخير وانت علاش رئيس ولا لا؟ شكون الرئيس انت ولا العربي بالخير؟ قول وانا. يقول لهم انا حتى شوف مليح ولادك انت ولا ولاد العربي بالخير؟ كيفاش تشوف الطريق نتاع الصح نتاع ربي العالمين نتاع العداله؟ هذ الناس مظلومين وناضوا على جالك انت، على جالك انت رئيس. قلت لهم عاونوني عاونوك يصبحوا مذبوحين وانت تشوف. واش بقى له مع ربي هالسيد هذا؟ واش بقى له مع ربي؟ واش بقى له؟ ما بقى له حتى شيء. انا راني نشوف اليوم في التلفزيون تاع الجزائر ميديا نيوز يقول لك محكمه التاريخ بومدين بعثوه للجنه والشاذلي بن جديد للجنه. كافي علي كافي بعثوه للجنه يستاهل رغما يخمر ولكن يستاهل الجنه. ثوري وخدم الثوره. وهذا الناس اللي بعثوهم للجنه هذا كيفاش يبعثوهم للجنه؟ واش داروا؟ واش خدموا بوجه؟ هم خربوا البلاد، خربوا البلاد. يقول لك تروح للجنه. يعني انت في هالبيريود كاع اللي فاتت عليك يعني اسكو تي روغريت واش درت يعني؟ والله ماني ندم. كلمه الحق نقولها مهما كان الثمن. كيفاش رغم كاع هاد لي ساكريفيس كيفاش يقول لك رئيس دوله يا عجبت ربي، رئيس القاضي الاول، رئيس دوله يقول لك عاوني او بمدين خلا هذا الشيء خلا البلاد اقتصاديين وحنا نعطوه واش عندنا بالبيان؟ ماهوش لازم الشهود ولا تحكم الناس دوك كلش بالبيان. هذا سوارد منه اللي خرج وصل عليهم هو كل القضيات نتاع الاموال اللي خرجت هذاك الوقت تحت الشاذلي هو العربي بالخير هو اللي يمشي في البلاد. الشاذلي بن جديد ما دار والو لكن هو المسؤول الاول. ولو كان تعاود كيما هكذا يعني لو كان جيت مانيش نادم على هنندم. قلت الحق والسلاك نتاعي مع ربي ماهوش مع العبد، ماهوش مع العبد. وين هو العربي بالخير؟ وين هو الشاذلي؟ والله ونحلف لك بربي العالمين من غير شوف أول سؤال مع الملائكة نتاع جهنم للشاذلي بن جديد يقولوا له قضية بن شنوف عبد الوهاب والقيادة والطيران اللي معاه كيفاش أنت تطلب حاجة يعطوها لك ويقول لكم ها هو البيان وتخليهم يذبحوا وهربت من طريق ربي وتبعت الشيطان الكبير العربي بالخير. العربي بالخير هذا شكون أعطاه اسم العربي بالخير؟ شكون أعطاه اسم العربي بالخير؟ ما اسموش العربي بالخير. من اليهود نتاع فرندا خليه على اسمه يهودي قال هذا مصلح ديرو حتى رئيس الجمهورية من حقه ولا لا؟ واش كان يسموه؟ واش كان يسموه؟ جوزيف أبو الكير. جوزيف أبو الكير؟ إيه أبو الكير جوزيف إيه. إيه عنده فاميلته معروفة في مارسيليا يعني أخوه سوبريفي في التقاعد سوبريفي في فرنسا هذاك خلى اسمه ليه. واسمه؟ ها؟ واسمه أخوه؟ والله ما أبو الكير هو كيف اسم واحد نقمة واحدة نظن مارسال ولا ما نش عارف وش عنده أخوه كان في وزارة الداخلية هو على كل حال كان في وزارة الداخلية. الوزارة الداخلية تاع فرنسا. وهذا السيد هذا معروف بهذا بالخير معروف بكل ميدان معروف. ومانيش نادم اللي نقول انا نقول هذا الشاذلي يقول ديروه هو الشاذلي كيفاش كان يدير. يعمروه كيما الرافايل الاول هذاك تاع بكري يعمروها واش تقول يجي يتكلم ان احنا ذبحنا وما قال والو دروك يسلكها عند ربه. والله 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 اول سؤال اللي يسالوه ملائكه نتاع جهنم يقول له السؤال نتاعنا احنا كيفاش انت تدير خطبه تقول لهم بومدين خرب الدنيا والناس يعاونوك وتخليهم يذبحهم العربي بالخير وانت هو رئيس الجمهوريه وانت هو سالك رغما عن ميديا نيوز بعثته الجنه ما يشوفهاش للابد. واش من حصه؟
حصة داروها اسمها اسمها محكمة التاريخ، محكمة التاريخ، والشاد اللي راهو مليح والشاد اللي يحب مسلم والشاد اللي هكذا. اسمع ما نحبش نجبد لك كلام، انا يعني كاين كلام اخر اللي ما جبدوش اليوم، اللي ما جبدوش. نسالك سؤال وحكم لي بهالكلام، قريب نكمل الكتاب نتاعي نتاع لا بيريود نتاع 62 79 تلقى قضية بومدين، تقرا القضية بومدين وتشوف الدي في دي نتاع بومدين، زيد تشوف الدي في دي نتاع شاد اللي اقسموا بالله العظيم، وانت امامك وامام الشعب الجزائري يلي يسمع كلامي عمره لا تقالوه، عمره لا تكلموا فيه في هذا الوقت حتى إله من هذا 52 سنه واحد ما تكلم، وانا اتكلم عليه بالبيان بالصح بالحقيقه. اقسم بالله يلي يشوف هذا الدي في دي الى شهر ما يرقدش، يبكو الدم الليل والنهار يبكو الدم الشيء اللي صار في الجزائر. وانت نستناوه ان شاء الله اقرب وقت باذن الله تخرج، يخرج رمضان اذا حيانا ربي، نبدا في الاول نتاع 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 بومدين ونعطي الكلام الصحيح. دونك شيء اخر كلمه، يعني اخر كلمه، انا نطلب من النظام، من النظام هذا لو سيستيم سكون ابل لو سيستيم، يرجع لي دياري ايكيبي كيما هكذا 212 مليون بالذهب اللي عندي بكلش، وزوج طوموبيلات، طوموبيلات اثنين جبتهم وشريتهم مع الديميناجمون، ويعوض لي قش اللي راح فيهم، ويرجع لي ملكي نتاع مشونش، عندي عندي نخل داوه، انا كنت في الحبس والداوه. انا الثوره خدمت فيها 3 سنين و4 شهور ومازالوا حيين، الشعب يشهد واش خدمت، والرجال اللي هزين السلاح يشهد. وفي الامن حاطين لي دوسي نتاعي، راني عدو ليهم وراني عميل فرنسا. لماذا الكذب هذا؟ كي تحبوا تتملكوا ملك نتاع واحد تحبوا ديروا له ملفات خامجه كما هكذا. انا ملكي نطلب من يرجعوا لي املاكي اللي قلتهم، دخل نتاعي في مشونش، دياري، طوموبيلاتي، وعوضوا لي الاجهزه اللي كانت فيها، اللي كانت فيها، ويزيدوا لي التقاعد نتاعي. هذا ما نطلب منها النظام فقط. انا قوة نتاعي وين هي؟ انا ماني ماشي حتى مع حزب، جونا بارتي اوك بارتي، وماني حتى في حزب. نطلب من النظام يرجع لي رزقي فقط، هذا ما كان. ونطلب منكم ثاني، راهي الدي في دي نتاعي الاول ا نتاع هواري بومدين، ونتاع دو نتاع الشادلي بن جديد، كي تشوفوهم إذا شفتوا هذيك هي الحقائق راكم تقولوا هذا هو الصح، وإذا فيها نقطة نقطة اللي ما يصح ماذا بيا تخبروني. هذا ما نقول لكم. شكرا والسلام عليكم وشكرا لك.